طيب نروح بقى للسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة واللي عمل رد فعل جميل جدا على السوشيال ميديا، لأن البداية بداية مهمة جدا. معانا طبعا القبطان نبيل الحلفاوي. زي ما انتم شايفين ده أول تعليق معايا النهاردة، وبيقول لي في الإجابة على السؤال لما طرحنا البطولة اللي تتمنى أن يحققها الأهلي في عام 2024، هو قال لي بطولة، علامة استفهام وخمس ست علامات تعجب، وقال لي ليه التشاؤم ده يا أبو فارس؟ والله يا القبطان مش تشاؤم ولا حاجة، احنا عشان خاطر القبطان نبيل الحلفاوي والفنان الكبير اللي احنا بنعشقه وبنتابعه من ايام ما كنا يعني صغيرين ولغايه دلوقتي بنبقى حريصين ان احنا نتابع كل اعماله الفنيه. احنا قلنا اصعب بطوله او البطوله اللي اتمنى الاهلي يحققها، عشان خاطر هو بس هنغير السؤال دلوقتي واحنا على الهوا، ومش هنقول البطوله، هنقول بشكل مختلف، ما هي البطولات، ما هي البطولات او ما البطولات التي تتمنى ان يحققها الاهلي في عام 2024؟ تمام، عشان ما يكونش فيه تشاؤم اهو، البطولات مش البطوله. فان شاء الله باذن الله قبطان يا فنان كبير الفنان نبيل الحلفاوي 2024 باذن الله مش هتكون بطوله واحده ومش هيكون فيه تشاؤم، ولعل وعسى يمكن بنزرع السعاده في ارض تشاؤم ناس تانية، لكن احنا الحمد لله ممكن يكون عندنا بطولات ان شاء الله في عام 2024، وباذن الله مش هتكون بطوله واحده، ودايما بنسعد بمشاركة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي معنا من خلال برنامج الترند وعبر منصات القناة الأهلي في السوشيال ميديا. طب نستعرض بقى الإجابات أكيد. نورة بتقول مساء الخير، إن شاء الله الأهلي هيكسب كل البطولات. زي ما بقول لحضراتكم الكل متفائل ومش بطولة واحدة، لا تبقى كل البطولات. عمرو منصور بيقول مساء الخير، أتمنى تحقيق بطولة الدوري حتى نقترب من البطولة رقم 50. بطولة إفريقيا عشان نكمل دستة 12. كاس عالم أندية عشان نكمل الكؤوس داخل دولاب البطولات، والبطولات بتحب الأهلي والأهلي عنوان البطولة. نكمل مع بعض. محمد ماهر، طبعا البطولة الأغلى على قلوبنا أفريقيا، بس ما يمنعش إننا طمعانين في الدوري والكاس. تحياتي لحضرتك. آخر تعليق معايا بسرعة. فتحي بيقول أتمنى أن يحقق الأهلي كل البطولات ويوسع المسافة أكتر وأكتر بين أقرب منافسيه، وإن كنت أحب بطولة إفريقيا لأن هي البرهان والدليل القاطع أن الأهلي زعيم الكرة الإفريقية. وتحياتي لحضرتك يا أبو فارس. شكرا جزيلا يا أستاذ فتحي، شكرا لكل الناس اللي شاركت معانا النهاردة في الإجابة على السؤال، والشكر موصول بالتأكيد للفنان الكبير نبيل الحلفاوي على حرصه ومتابعته الدائمة لبرنامج الترند.